السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عباس من جديد في قناة بوابة الألعاب في فيديو جديد للعبة نيو 2. في البداية لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر سبسكرايب. وإذا أعجبكم الفيديو اضغطوا على زر اللايك. ولا تنسوا تفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد. أتمنى لكم متابعة ممتعة. أوكي، هذه مهمة جديدة في التويلايت. 91 ليفل، ندخلها. احتمال انها تكون واجد صعبة، بس بما انها طلعت نبي نكملها.
الدروع هنيها واجد قوية. يطلعون لك من تحت الماي. شوف مثلا هذا هو بقى سيف. Large spirit stone حق زيد كليفلات. كبيرة كأنها تعطيك 2000 نقطة. هي الصغيرة، الصغيرة 500 أو 100 بس، 100 نقطة. هذا وش يسوي فوق؟ مدفع. اوه ناري. روح لعدد لفوق.
اوه هذه ليش ما شلتها؟ غفلت عنها. هذا الطريق أنا ما جيت قبل، ما يصير أنزل. أوه مسدس، شكل مسدس قوي. ما أبغى أجيب الكبير وياهم. اوكي قاعد احصل ضرر من هاي الحجرة. إلى 103.
الكل. بقى واحد، يلا خلصه. والكودام السوداء ما في شيء فوق. الطريق يعني مو هني. الجسر أنا جاي من ده. هني. تروح يهجمون عليك كلهم. خليهم فخ أحسن، أول ما يطلع يطيح.
وعليك كذا واحد في نفس الوقت يتعشون ببوك. اوكي الحين اوه هذا هو اللي كان دامر المنطقة. عم سوي خبر دل البلد مال الفاس. And sharpen. Oh, بعيد. أكثر من واحد.
تروح تحمي شو اسمه اجرتها. Spirit Stone. أشياء واجد. Large Spirit Stone. اوكي الحية دي ما أدري وش تقول. مفتوح الباب يعني.
هذا يوكاي سو روحه بني آدم.
Let's go.
وصلنا إلى نهاية الحلقة. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر السبسكرايب. وإذا أعجبكم الفيديو اضغطوا على زر اللايك. ولا تنسوا تفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا لكم على المتابعة. مع السلامة.